من أنقرة، رئيس مركز تسبام لبحوث استراتيجيات وسياسات الطاقة أوزهان أكينار، مرحبا بك سيد أوزهان. إذا مشاريع تقدر طاقتها الإجمالية الإنتاجية بأكثر من 164 جيجا وات اقترحتها طلبات استثمارية قدمت إلى هيئة تنظيم سوق الطاقة التركي، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 200 أو إلى أكثر من 230 مليار دولار. كيف تقرأ هذا التوجه بداية؟ تركيا حقيقة سوق نامي في القطاع الكهرباء والطاقة النظيفة، وتركيا من الدول التي لديها صعود في أو صعود متنامي في التعداد السكاني، وأعتقد بأن ذلك يجعل الحكومات تفكر بأساليب ومشاريع لسد احتياج هذا العدد الكبير من المواطنين. فمن هنا تقوم تركيا بهذه الاستثمارات والتي ستوفي بالاحتياج حتى بعد عقود. الآن وحسب طبعا التوجه العالمي، تعرفون أن هناك توجه بشكل عام نحو الطاقة النظيفة والبديلة للطاقة التقليدية التي تتم استنتاجها من المحروقات والبنزين والغاز. والغاز الطبيعي حقيقة هو واحد من الأساليب التي ممكن أن تساهم في توليد الكهرباء، وأيضا الطرق البديلة مثل الطاقة الكهرباء الشمسية والطاقة الكهربائية يعني بكل أنواعها. طبعا هذا الاستثمار أعتقد بأنه سيسد باحتياجات أو سيسد احتياجات تركيا، وأيضا ممكن أن تصدر تركيا من الكهرباء إلى الدول المجاورة، وبذلك تتحول من دولة حقيقة تستورد الطاقة إلى دولة تصدرها. 45 مليار دولار من هذه الاستثمارات يتوقع أن تتحول إلى مشاريع تتعلق بالسعة أو بالسعة المخصصة حاليا عند 30 جيجا وات. ماذا يعني ذلك بالنسبة لقطاع الطاقة التركي؟ 45 مليار دولار مبلغ كبير جدا، وهنا يجب أن ننظر إلى هذه المشاريع التي سيتم تنفيذها من خلال هذا المبلغ الكبير. فالآن تركيا تقوم بتنفيذ مشاريع قصيرة ومتوسطة وبعيدة الأمد، وطبعا هدف تركيا هو الآن 2035 و2053، وطبعا للوصول لهذه الأهداف تحتاج تركيا لسد احتياجاتها من الطاقة، ليس فقط بهدف التدفئة والاستخدام المنزلي، بل أيضا الاستخدامات المتعددة منها الصناعات وعجلة الإنتاج التي تؤثر حقيقة بشكل كبير على نمو الاقتصاد وتصدير السلع. فكل هذه القطاعات مرتبطة ببعضها البعض. فال 45 مليار دولار الآن نرى بأن يتم استثمار الأكبر فيها إلى الطاقة الشمسية، وبعدها طاقة التي يتم استنتاجها من الرياح. فيما يتعلق بالطاقة الشمسية، شركة هايف إنرجي البريطانية للطاقة المتجددة قالت إنها تتوجه لضخ استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار لتطوير وبناء مشاريع في أكثر من 30 موقعا في تركيا. ما هي العوامل الجاذبة لمثل هذه المشاريع في قطاع الطاقة التركي؟
في أوروبا حتى لو كانوا يعانون من الطاقة أو أزمة في الطاقة، نرى بأن هناك انبعاثات كبيرة لثاني أكسيد الكربون، وطبعا هناك مشاريع متعددة لتقليص هذه الانبعاثات. ومثلا بريطانيا كما تعرفون أنها بلد لا يرى الشمس مثل تركيا، فلذلك الاستثمار في هذا القطاع وبنفس المبلغ لن يأتي بنفس المردود والدخل، فلذلك يفضلون تركيا التي تحظى بالشمس بنسبة الضعفين بالمقارنة طبعا مع بريطانيا. فأيضا في تركيا هناك السوق مفتوحة في موضوع إنتاج الطاقة، وهذا أيضا يعطي الشركات فرص للاستثمار والدخول للسوق التركية. وأيضا هناك بعض الدعم الذي يقدمه والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للشركات الأجنبية التي تقوم بالاستثمار في هذا المجال، فلما لا؟ يعني هم يأتون وينفذون مشاريع ويحققون أرباحا كبيرة، هذا طبعا يعود بالفائدة لتركيا وأيضا للدول والشركات طبعا التي تستثمر في هذا المجال. نعم، تركيا تحتل المرتبة الخامسة أوروبيا والثانية عشرة عالميا في مجال الطاقة المتجددة كما أكد الرئيس أردوغان. هذه المشاريع الضخمة من حيث قيمة الاستثمارات ومن حيث أيضا الإنتاج، إنتاج الطاقة، كيف يمكن أن تنعكس على فاتورة الطاقة التي تدفعها أو يدفعها الناتج المحلي الإجمالي لتركيا؟ كيف يمكن أن تنعكس هذه على تخفيض هذه الفاتورة؟ بالنسبة للطاقة وبالنسبة طبعا العجز في الميزانية التركية، وإذا ما سيسد دخل الطاقة هذا العجز، أعتقد بأن طبعا نحن الآن لسنا في صدد حقيقة الحديث عن ذلك، لأننا ما زلنا نحبو حقيقة، حتى لو كان هناك مشاريع مستقبلية إلا أننا ما زلنا نقوم بإنتاج الطاقة بنسبة 50% من الفحم. فالطاقة المستدامة وهذه المشاريع عندما تقوم ب أو يعني إنتاج المردود، وهذا طبعا في المستقبل القريب، فهنا طبعا نتوقع أن تعود بالفائدة فبالأمد المتوسط والبعيد. وهنا طبعا المنتج المحلي سيستفيد من هذا المردود العالي لهذه المشاريع البعيدة الأمد. نعم، من أنقرة رئيس مركز تسبام لبحوث استراتيجيات وسياسات الطاقة أوزهان أكينار، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة.